بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوه، كي دايرين؟ بخير، بس نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتكلم لكم على هذا الموتور كيمكو اكا 550، اكبر موتور و اليغون، يعني تو توبسيون، هو احسن موتور عند كيمكو. خرجاتو كيمكو حيث كملات 50 عام ديال البرودكسيون ديال، وهي كاينه في المارشي. كيف ما اللي ما عارفش، هو انه كيمكو كانوا في الاول كيصاوبوا الماكينات ديال سكوترات هوندا، هذاك هوندا ليد وداك الشيء في التسعينات. من بعد ما بقاوش مع هوندا، ولاو كيصاوبوا السكوترات بي ام دبليو، ودابا هاد البي ام دبليو الاخر اللي يلاه خرج ال 400 مصاوبه كيمكو دو ا ا زد، الشاقمه ديالو وكلشي ليه. هذا خرجوا كيمكو هاد الموتور كما قلت لكم 550 ديال لانيفيرسير ديال 50 ديال كيمكو. واليوم غادي ندويو على المواصفات اللي كيجي فيها الموتور. ها انتم كما كتشوفوا، اول حاجه غادي نبداو بالديزاين. كيجي السياج ديزاين كربون، كلمة اكا مصوبة بمخيطة، هنا خياطة رفيعة المستوى، مكتوبة كيمكو هنايا اللور، جاية بالخياطة، كوسان جلد، هنايا كربون، هذا كربون ما كيجيش انا اللي صوبته، وهذا تا هو ما كيجيش انا اللي صوبته. وكاين هنايا بالنسبه لهنا كاين واحد الحروف على شكل كربون، حيت هذا بلاستيك على شكل كربون، مكتوبه اكا 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 اكا، معناته انيفيرساري كيمكو، يعني عيد ميلاد كيمكو. هنا كتجي هاد لابول اللي هو حاجب الريح، كتجيب الريغلاج، كطلع كتهبط جوج المستويات، وانا حاليا مطلعها حيت انا طويل. كاين واحد الحاجب الريح كيتباع اللي هو سبور، كيجي حدو حد هنا، حدو حد المستوى هذا الا بغيتي سبور، كيكون كحل ماركه جي في. هادو لي ريتروفيزور داروهم بعاد باش يبان، زعما ما تهبطش راسك وتبعد على الطريق، كيبان لك الطريق و لي ريتروفيزور اون ميم طون. بالنسبه لهذا اللون، هذا سيدي قليل، كان جاني انا سير كوموند، اللون سميتو ساندر دو سيمون، يعني الغبره ديال السيما، ولا الفتات ديال السيما، هذاك الرمله ديال السيما. هذا كيتبدل اللون ديالو، بنهار كيكون غري وبالليل مع الضو كيولي فيولي. وبالنسبه لهاد الشاقمه هادي، جايه ستوندار، فيها جوج ثقبات، تال شويه وغادي نسمعكم الصوت ديالها. بالنسبه لي زوبتيك اللور، كلشي فول ليد، ستوب ليد، سينيالات ليد، رويد ميتزيلر، كروا بحالو بحال تي ماكس. هو الصراحة ما نكذبش عليكم، خارج باش يكونكوري تي ماكس 530 فاش يلاه كان. كما كتلاحظوا انه ديزاين تقريبا كاين امورتيسور هنا بحالو بحال تي ماكس. وهما هنايا كيمكو استغلوا الاغلاط اللي داروا ياماها وعدلوها فهاد الكيمكو اكا. هو انه الميزه اللي كتميز هذا الموتور هو انه عنده الوزن مقسوم 50 50، يعني الا جبتي ميزان وعبرتي حطيتيه تحت الرويضه القداميه، وجبتي ميزان اخر حطيتيه تحت الرويضه اللورانيه، غادي يعطيوك نفس الوزن. هذا شنو معناته؟ معناته انه هذا الموتور في الفيراجات يا سلام ما كيجرك ما والو،
عرفتي شنو كيميل كيميل ديال بصح تقدر تميل به حتى تحك ديك الشاقمه وبلا ما بلا ما تزلق. كاين هنايا فرانات رياضيه بريمبو كما كتلاحظوا كاين هنايا لا بي اس. هنا كاين جوج ديسك ديال الفران، ديسك القدام وديسك يا ربي ديسك على اليمين وديسك على اليسار اللي مزيد من السلامه. وهنا الفران اللوراني حتى هو فيه لا بي اس، هما النقشات ديال لا بي اس. وهذا اللي سلك هذا فران امان الا كنتي واقف العقبه ولا شي حاجه، عنده لي بوز بي كي كيتحلوا كيتسدوا. بالنسبه لي كوموند ديال الكيدون كاين بواني شوفون لي بواني كيسخنوا، ثلاثه المستويات بطيء متوسط وحار جد حار. وكاين هذا ديال الكود والفار كلشي ليد، وهذا باش تسيني الفار. كاين هذه ديال المود، كاين مود حيت فيه مود بلوي ومود عادي. مود بلوي كي بحال لونتي باتيناج كينقص من القدره ديال الموتور في لي ديبار باش الموتور ما الرويضه اللورانيه ما تزلقش وما تزلقش ما يزلقش بك الموتور، يعني يا ما تشتا كدير مود بلوي وكتخدم به. هادو السينيالات، هذا كلاكسون، هذا فران امان. هنا الجهه الاخرى اليمنيه كاين هنا هاد بوطونات التحكم ديال المنيو، حيت اول سكوتر كونيكتي، اول ماكسي سكوتر كونيكتي في العالم هو هذا، كيتكونيكتا مع البورتابل. دابا نوريكم الميزات اللي فيه. هذا كوب كورون قطع التيار، هذا ازار ديتريس، وهنا باش كديماري الموتور. بالنسبه لهذا الموتور هو سون كونتاكت، كتجي معاه كيجيو معاه جوج سوارس بحال هادو، ما فيهش ساروت ميكانيك كاع. هذا ساروت جي في ديال التوب كيس. كيفاش سون كونتاكت؟ الساروت كديرو غير في جيبك ياك، وكتجي هنا كيكون طافي بحال هكا بالحمر، يعني طافي. هو دابا غادي يطفى. كيعطيك واحد 10 ثواني بيد ما بعدتي. كتورك هنا ها هو شعل بالزرق، هنا كيشعل الطابلو. هنا باش تسكت الطابلو ولا تقطع الكورون على الموتور. هذه باش تحل ليسانس، هي ميكانيك كتورك عليها بحال هكا وكتحلها، هي هادي كتحلها بحال هكا. وهذه باش تلوكي ولا باش تحل المقعد اللي هو السياج. هذا كتورك هنا كتسمع برق. ها هي كاين فيه واحد الفيرا هنا باش كيحبسوا الفوق بحالو بحال تي ماكس. كاين هنا واحد البولا ليد، هنا كاين هذا ديال دياغنوستيك باش الا كان شي مشكل في الموتور ولا. وهذا هو كيهز كاسك انتغرال كبير. وهنايا دايرين لك موكيط على ود الراحه، وكاين هنا جلده اونتي باش ما يدخلش الماء. هنا هو هذا راه قرب الفيدونج ديالو. دابا شويه غادي ندير لكم التيست ديال السرعه ديال كما درت في كيمكو الصغير من واحد البلاكة حتى للدودان، ونشوفوا شحال غادي يشد ديال السرعه. ومن بعد الفيدونج غادي نشوفوا عاوتاني شحال غادي يشد ديال السرعه. هذه انا مركبها ديال جيلي ايرباك فاش تنكون مسافر به، كان لصق جيلي ايرباك باش حتى الا طحت ولا شي حاجه كيتحل. هو ما كيجيش ما كتجيش فيه هاد التوب كيس، كيجي غير بديبار عاديين ماشي هادو. هادو سميتو سيبور توب كيس، هذا انا مركبو دوريجين ديال هاد لا مارك جي في. كتجي فهاد لا كولور هادي، واحد جوج بارات باش الراكب اللي اللور هو عنده فينيش بحال هكا باش ما الى فرانيتي باش ما يضربش لك يضربش راسو في راسك. وواحد الميزه اللي كاينه ما كايناش في كاع لي زوطر كولور ديال كيمكو، هو انه
كتلقى الجوانط، شوفوا اللون ديال الجانطة نفس اللون ديال الكاريناج. غتمشيو لكاع الكينكوات الاخرين كاع لي كولور غادي تلقاو هاد اللون هذا، واللون هنا تلقاوه مختلف. هذا الوحيد هو اللي فيه هاد اللون، هذا هو اللي كاين هنا. نتكلموا على التوب كيس. انا التوب كيس راه واخدها تو توبسيون، فيها الدوسري جي في ركبته ليها، وفيها في دو ستوب 47 لتر بالساروت، وفيها في دو ستوب يعني فاش كنفراني ها هو راكب هنا دوريجين، فاش كنفراني كتشعل البوله ديال ستوب، ها هو الكونتاكت ديالها. وكاينه واحد لوبسيون اخرى ديال قفل بلوتوث تتركبوا فيها هنا يلا خرج كيفاش بلوتوث كتكونيكتي مع البورطابل ديالك، مني كتقرب حدا الطوب كيس كتولي اوتوماتيك معاك كتورك كتحل، مني كتبعد راه كيتسد حتى واحد بلا بور ايفيتي باش هذا باش حتى واحد ما يحاول يشفر. وهاد الطوب كيس هادي راه ماشي لاصق قديمه، كتحيد كتورك هنا وتقدر تحيدها قدامك لك تي مسافر لوطيل ولا ها هو الموتور بلا بها كنتي مسافر. والتركاب ديالها سهل، كتخشيها بحال هكا هاهي ركبات. وهاد الطوب كيس هادي كيما شفتو راه كبيرة، كتهز جوج كاسكات من هادو مخالفين، واحد هنا واحد هنا. دابا نشوفو الميزات اللي كاينة في الطابلو دبور. بالنسبة لهذا فيه بيكي ديال الوسط بحالو بحال مطار صغار، وفيه بيكي ديال الجنب. هاد بيكي ديال الجنب ألمنيوم، اون فوا كتهبطو كيسكت الموتور لأجل السلامة ديالك. نمشيو أسيدي للطابلو دفور والميزات ديالو. هاهما هاهو طافي، مكيبان والو، مكاين لا عداد سرعة لا حتى شي حاجة. ونتمنى حب هذا لو نشوف جميع المواطر مايكيبين بكاميرا بحال هادي ولا قل منها. المهم هو للسلامة، يقدر تكون خارج يضربك شي مول طاكسي ويهرب، شي سكيري ويهرب، شي حاجة على الأقل تكون عندك نمرة البلاكة باش ولا الحجة والدليل ديال أنك ماشي فوتيف باش ديكلاري به. دابا نديرو بحال هكا، هاهو طابلو دبور كيشعل وراكي كيمشي وكيجي حيت على حساب الكاميرا هو ليد. بالنسبة ها نتوما ضارب 14976 كيلومتر. كاين هنا بولا ديال باقي ما ديماريتوش، هذا كيف ما قلت لك قلت لكم راه ها هو كونيكتي بلوتوث مع البورتابل. كاين الريزو كاين الساتيليت حيت هو فيه جي بي اس، الموتور فيه جي بي اس. وهنا من هاد البوطونات غادي نبدل المنيو، تقدر تيليشارجي مكانة اللي بغيتي رولكس اي شي حاجة. هذا اللوغو ديالنا ديال الشركة. هذا طابلو دبور فيراري، ها هو دابا حيت تكونيكتا مع بورطابلي ها هو كيجبد كاع هادوك لي نوتيفيكاسيون. علاش قلت لكم لو برومي ماكسي سكوتر كونيكتي كاع لي نوتيفيكاسيون، نتا سايق بلا ما تجبد لا بورطابل لا والو، تخلي بورطابلك هنايا ها هو، تخليه تشارجا، كاينه يو اس بي هاي لداخل تخليه تشارجا، وعندك جميع المعلومات. نوتيفيكاسيون ديال اسبريس مع ما نديرو بها دابا. هذا طابلو دبور ديال الفيراري، هذا رادار ديال بحال قلتي جي بي اس. هاد الدار فين بقات هنا على اليسر، ها الخدمه عندي بقات على اليمين، اقرب ستاسيون شي. هذا ولدي ريان، هذو العائلة، تقدر دير تصاور ديالك وديال العائلة ديالك. احنا جينا لنفس البلاصة اللي هي زنقة الأمير عبد القادر، هذا البوطو هذا هو فين كنوقف ديما، ها الكونتور، أنا غادي نكسيري، يا بسم الله. وصل اول جودان،
انا دخلت في الدودان بالجهد كما كتلاحظوا الاخوه، شد الموتور ملي وصل لهاد الدودان، شد السرعه ديال 117 كيلومتر في الساعه، 117 كيلومتر في الساعه. دابا هادشي قبل الفيدونج، هو عنده موعد اليوم، احنا نهار الحد، هو عنده موعد غدا نهار اثنين الصباح غادي يدير الفيدونج في لاتولي موب شوب، لاتولي موطار، غادي يدير الفيدونج وغادي نشوفو ان شاء الله غدا، نشوفو اشنو بدلو في هاد الفيدونج، اشنو دارو فيه، ونجيو نديرو التيست ديال شحال غادي يشد في السرعة ديال 117. وما تنساوش الإخوة أنه أنا كنوزن 130 كيلو، معناته الموتور بحال اللي قلتي هز جوج بلايص، يعني إلا كان شي واحد خفيف راه غادي يشد كثر. وهذا الموتور كان شد السرعة القصوى اللي شديت به هي 189 كيلومتر في الساعة، مرتقى عندي في التصويرة، كان باغي يزيد يكمل، ولكن كانوا دراري صحابنا دي موطار كانوا قدامي، داكشي علاش فرانيت. ايوا، نتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم، ما تنساوش ديروا سبسكرايب، تابوناو عندنا في لاشين باش يوصلكم كل جديد، وإلا عجبتكم فيديو ديروا جيم. وكان معاكم حفيظ، ان شاء الله غدا نشوفوا الحلقه الجايه فيها الفيدونج ديال هاد كيمكو اكا 550 زائد تيست ديال ما بعد الفيدونج شحال شد من كيلومتر في الساعه وشنو اللي تبدل.